كنت عايز تكلمني قبل ما نروح للإجابات نشوف رأي الناس، قول لي الموقف بتاع محمد صلاح، كنت عايز تقول لي محمد عن بين صلاح. فوستر ومحمد صلاح. محمد صلاح في اللقاء الشهير الأخير ليه كان قال جملة مهمة جدا في وجهة نظري، قال أنا سجلت هدف مانشستر سيتي في دماغي قبل ما أجيبه في الجول. انا عندي نوت كده بكتب دايما الافكار بالنسبه لي اللي ممكن اتكلم فيها او بتاخد انتباهي. فانا جه في دماغي بعد هدف مانشستر سيتي ازاي محمد صلاح رقص وشاط برجله، وجا في ماتش اللي بعديه في ماتش واتفورد شاط في الزاويه العكسيه. ان محمد صلاح ده بيقرا الخصوم والمدافعين بتوعه، فانا ده كان مؤشر ان محمد صلاح بيقرا الخصوم بتوعه. فعمل ايه مع بين فوستر بقى؟ بين فوستر بقى بعد الماتش الراجل حكى ان محمد صلاح جه قال له هو انا لو كنت شط عليك ضربه جزاء كنت هتروح فين؟ محمد صلاح ما جالوش ضربه جزاء. فقال له انا كنت هروح ناحيه اليمين. فمحمد صلاح ضحك ضحكه كده. بين فوستر الحارس بتاع واتفورد بيحكي انه محمد صلاح يعني هو بيشوف زي اللعيبه الاوروبيين بيشوف هو ضربات الجزاء، عارف ان الحراس بيشوفوا اللاعب شايط اخر ضربات جزاء منين عشان لما يجي ضربه جزاء يروح يترمى في نفس المكان. فمحمد صلاح كان قاري ان انا اخر خمس ضربات جزاء شطتهم ناحيه اليمين، فانا متوقع ان الحارس هيروح ناحيه اليمين، فانا لو كان جات لي ضربه جزاء كنت هروح ناحيه الشمال. هو كان حابب يقيس فعلا ان الفكره اللي في دماغه دي كانت صح ولا غلط. شوف لعيب عالمي وبيحاول دايما يطور من نفسه، ودي رساله اعتقد ناخد نستفيد منها ان لعيبه الزمالك دايما تحاول تطور من نفسها، ونتمنى ليهم الافضل.